بسم الله الرحمن الرحيم. اللغة الفرنسية، قواعد اللغة. فالفقرة إن شاء الله سنستأنف مع خلاصة لما كنا قد رأيناه فيما يخص لزوكسيليير، فيما يخص المساعدين. كما قلنا بأن لزوكسيليير المقصود بهم لوكسيليير أتر و لوكسيليير أفوار، يعني المساعد أتر والمساعد أفوار. طبعا هذان فعلان، لكن عندما يأتيان في إطار صياغ معينة للصرف للمساعدة في تصريف فعل آخر، إذن فهذا الفعلان يطلق عليهما مساعدان. إذن كما قلنا les auxiliaires être et avoir servent à former les temps composés، يعني أن المساعدان être et avoir يصلحان. servir يعني صالحة. إذن هذا الفعلان يصلحان à former لتكوين les temps composés. لتكوين الأزمنة المركبة. إذن فلنطل على هاد لي طون كومبوزي من هاد الزاوية. سنأخذ مثلا لا كونجيغيزون دو فيرب مارشي. إذن سنرى صرف فعل مارشي، يعني فعل تمشى. ونأخذ أولا لو مود انديكاتيف، سنرى ما معنى هاد لي مود. طبعا كنا قد رأيناه في المسابق، وسنعيد التذكير بهاد لي مود. إذن لو مود انديكاتيف نجد فيه لو بريزون. إذن لو بريزون دو لانديكاتيف كي لو باسي كومبوزي، لامبارفي، لو بلوس كو بارفي، باسي سامبل، باسي انتيريور، فيتور سامبل، فيتور انتيريور. طبعا كما نرى بأن هاد الأزمنة المنضوية تحت هاد لو مود، يعني أن فيها البسيطة وفيها المركبة. البسيطة لي طون سامبل، مثلا لو بريزون كما نرى لو فيغ مارشي، نقول جو مارش، يعني انا اتمشى الان. تو مارش، انت او انت تتمشى او تتمشين الان. إل مارش هو يتمشى، إل مارش هي تتمشى، نو مارشو، فو مارشي، إل مارش. اذا هذا صرف فعل مارشي في البريزون. طبعا يكون عندنا الضمير ثم الفعل مباشره. هذا الفعل يتغير اخره بما نسميه باللغة الفرنسية بلا تيرمينيزون، يعني النهايات. طبعا إذا أخذنا لو باسي كومبوزي، طبعا لو باسي كومبوزي هذا نوع من الماضي، نقول جي مارشي. كما نلاحظ عندنا مارشي، فعل مارشي أخذ هذا الشكل. من أين أتى أولا هذا الشكل؟ هذا الشكل أتى من هذا لو مود الذي سنراه في آخر الصرف. إذن هاد الشكل من الفعل أتانا من هاد لو مود في آخر الصرف. إذن نتكلم على لو بارتيسيب باسي. كما نرى هنا عندنا لو بارتيسيب بريزون، نقول مارشون، ثم عندنا لو بارتيسيب باسي. إذن كما نرى عندنا مارشي. طبعا أفعال المجموعة الأولى التي تنتهي بأوآخ، لو بارتيسيباسي الخاص بها يكون بهذا الشكل، أننا نحذف أو أه ثم نضيف هاد أو أكسون إيغي. كما نرى عندنا هنا لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل، لاحظوا معي بأن هذه الصيغة ستتكرر في مجموعة أزمنة مركبة. رأينا الآن لو باسي كومبوزي، إذا نقول جي مارشي، تو يا مارشي. إذا هنا عندنا لوكسيليار أفوار الذي تحدثنا عنه فيما سبق، وقلنا بأن بعض الأفعال تستلزم أن تصرف مع لوكسيليار أفوار، والأخرى تستلزم أنها تصرف مع أتخ. طبعا لو فيغ مارشي يستلزم الصرف مع أفوار. نتكلم عن لي طون كومبوزي. كما قلنا في التعريف بأن لي زوكسيليار أتخ إي أفوار سيرف، يعني أن تصلح. لماذا؟ أفورمي لي طون كومبوزي، طبعا عندما نتكلم عن لي زوكسيليير. أما إذا تكلمنا عن لو فيرب أتر إي أفوار، فهذا يعني بأننا نتكلم عن فعلين اللي هو أتر أو أفوار. إذا في هذه الحالة يكونان لوحدهما
ثم أنهما يعنيان شيئا آخر. أما إذا صرف معهما فعلا آخر فهنا فهما أوكسيليير، فهما ديزوكسيليير، فهما مساعدان. إذن عندما نتكلم عن ليزوكسيليير فنحن نتكلم عن أتخ وأفوار زائد لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل الآخر المراد تصرفه في زمان مركب. زمان مركب مثل ماذا؟ مثل لو باسي كومبوزي كما نرى هنا. عندنا جي، تويا، إل أن، نوز أفون، فوز أفي، إلز أون. إذن هذا الصرف أفوار في البريزون، هذا الصرف لو فيرب أفوار في البريزون. نقول مثلا جي دي ستيلو، أنا عندي أقلام. إذن هذا فعل. لماذا؟ لأنني استعملت أفوار زائد اسم. هنا استعملت فقط لو فيرب أفوار ولم أقول مثلا جي مارشي، جي مانجي، أو جي بارلي إلى آخره. إذن استعملت اسم، إذن هنا فعل. إذن ففي الحالات الأخرى التي يكون فيها فعل أفوار أو فعل أتر في الصيغة لوحده، إذن نتكلم عن أن فيرب. هنا نتكلم عن مساعد، لأن الغرض عندنا هنا أنني أتكلم عن المشي. إذن أقول جي مارشي، أنا مشيت. إذن لأقولها بهذا الشكل، إذن علي أن أخذ أولا صيغة لو فيرب مارشي أو بارتيسيباسي، ثم أسبقه بلوكسيليار أفوار أو أتر. طبعا لو فيرب مارشي يستلزم لوكسيليار أفوار. إذن كما نرى عندنا تصريف لو فيرب أفوار، جي تويا إل أن نوز أفون فوز أفي إلز أون، ثم زائد لو بارتيسيباسي الخاص بفعل مارشي الذي رأيناه قبل قليل. ثم عندنا لامبارفي، هذه صياغه. طبعا عندنا لامبارفي هذا كما نرى جو مارشي، يعني انا كنت امشي، انا كنت اتمشى في الماضي لمده طويله او لفتره او لزمن معين. نتكلم عن الماضي ولكن المتردد، او نتكلم عن فعل في الماضي ولازال مستمرا في الحاضر. اذا نتكلم عن لامبارفي. اذا لامبارفي يفيد هذا المعنى، ولكي نعطي هذا المعنى بالضبط يجب أن أخذ فعل مارشي كما نرى، نحذف له أو أر، ثم نضيف أ إي أس، أ إي أس، أ إي تي، إي أو إن أس، إي أو زد، أ إي أو إن تي. طبعا لو باسي كومبوزي أنه يفيد الماضي، يعني أنني أتحدث عن حدث تم وانتهى. لامبارفي كما قلنا أنه يفيد التكرار في الماضي. غالبا نتكلم عن عادة معينة كانت تحدث في الماضي، مثلا أنا كنت أمشي للمدرسة، فإذا مشيت في الماضي للمدرسة ليوم واحد فليمكن استعمال لامبارفي للدلالة على هذا الفعل المحدود. طبعا لامبارفي يصف لنا الحدث المتكرر في الماضي، أو يصف لنا عادة معينة في الماضي، أو يصف حدثا طبعا كان في الماضي ولا زال يستمر للحاضر. إذا نتكلم عن لامبارفي طبعا نقول جو مارشي، تو مارشي، il marchait، nous marchions، vous marchiez، il marchait. كما نرى عندنا الضمير ثم الفعل لوحده يتغير آخره بشكل معين. طبعا كما نرى، لاحظوا معي لو بريزون، لو بريزون عنده دي تيرمينيزون خاصة به، ثم لامبارفي عنده دي تيرمينيزون خاصة به. إذا عندنا فعل ثم ضمير قبله. ثم إذا مررنا إلى لو بلوس كو بارفي، عندنا مارشي، إذن عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل مارشي، ثم عندنا لوكسيليير أفوار ألام بارفي. إذن كما نرى لوكسيليير أفوار ألام بارفي، إذن نفس لي تيرمينيزون الخاصة بلام بارفي التي رأينا الآن مع لو فيغ مارشي ألام بارفي، نفسها هنا. إذن أقول جافي. إذن علي أولا أن أحفظ صرف فعل أفوار فلام بارفي، ثم أضيف له لو بارتيسيباسي الخاص بفعل مارشي أو الخاص بفعل آخر لأحصل على لو بلوس كو بارفي. في حالات أخرى بالنسبة للأفعال التي تستلزم الصرف مع لوكسيليار أتر، طبعا في هذه الحالة علي أن أضع لو فيرب أتر ألام بارفي زائد لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل لأحصل على لو بلوس كو بارفي الخاص بالفعل. إذن كما نرى عندنا لامبارفي ثم عندنا لو بلوس كو بارفي. إذا لامبارفي رأينا لي تيرمينيزون خاصة به، لو بلوس كو بارفي
طبعا نضع يا لوكسيليار افوار يا لوكسيليار اتر الامبارفي زائد لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل المراد تصريفه يتكرر نفسه. إذن أقول طبعا لوكسيليار افوار الامبارفي ماذا نقول؟ نقول جافي تيافي إل افي نوز افيون فوز افي إل افي. نقول جافي تيافي إل افي نوز افيون فوز افي إل افي. ثم نضيف له لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل مارشي. إذن أقول جافي مارشي تيافي مارشي إل افي مارشي نوز افيون مارشي فوز افي مارشي إل افي مارشي إل افي مارشي. طبعا لو بلوس كو بارفي هذا ستان باسي يعني هو ماضي ولكنه ماضي يسبق ماضي آخر. فإذا كنت سأتحدث مثلا عن فعل أو حدث وقع في الماضي وسأعبر عنه مثلا بلان بارفي، وإذا كان حدث آخر قبله في الماضي إذا ممكن أنني أتحدث عن الحدث الآخر السابق الأول. في هذه الحالة سأضع الحدث الأول أو الفعل الأول الذي وقع أولا سأضعه في البلوس كو بارفي، ثم أضع الحدث أو الفعل الذي جاء بعده في لامبارفي مثلا. إذن البلوس كو بارفي تعبر لنا على واحد الحدث في الماضي ولكن جاء قبل من ماضي آخر. طبعا نسيت أن أقول بأن لامبارفي أيضا يستعمل في القصة. إذا لامبارفي أيضا يأتي في إطار القصة. تحدثنا عن بعض الأزمنة البسيطة ثم بعض الأزمنة المركبة. طبعا هناك أيضا لو باسي سامبل، أيضا لو باسي سامبل تدخل في لو مود انديكاتيف. طبعا لو باسي سامبل تعبر على واحد اللحظة سريعة ولم تدم طويلا في الماضي. إذن وأيضا يأتي في إطار القصة. القصة المكتوبة طبعا يعبر عنها بلو باسي سامبل. طبعا لو باسي سامبل هو من الأزمنة المهمة في القصة. نسيت أن أقول أيضا بأن لو باسي كومبوزي أحيانا فلوغال يعني في الشفوي أنه تينوب على لو باسي سامبل في الشفوي. طبعا فلوغال في الشفوي عند الكلام شفهيا غالبا ما يعوض لو باسي كومبوزي لو باسي سامبل. إذن أقول جو مارشي تو مارشا إل مارشا نو مارشام و مارشات إل مارشير إل مارشير. إذن للتعبير مثلا عن المشي السريع في الماضي مثلا، أو للتعبير عن لو فيرب مارشي في إطار الحديث عن قصة. طبعا كما نلاحظ لا تيرمينيزون خاصة بالباسي سامبل ا اي ا اس ا ام ا اس ا ت ا اس ا ر او ان تي. ثم عندنا لو باسي انتيريور كما نرى ستانتون كومبوزي هو زمان مركب. لو باسي انتيريور كما نلاحظ عندنا اولا لوكسيليير افوار فاش مصرف جي تي الي نوزيم فوزيت الزور. عندنا لو فيرب افوار في لو باسي سامبل زائد ماذا؟ أضفنا له فقط لو بارتيسيباسي الخاص بفعل مارشي. إذن أقول جي مارشي تي مارشي إلي مارشي نوزي مارشي فوزيت مارشي إلزور مارشي. إذن طبعا حصلنا على لو باسي أنتيريور والذي يفيد التعبير عن حدث أو عن فعل يسبق حدث أو فعل آخر. إذن ربما نقول بأنه إذن كأنه يلعب دور لو بلوس كو بارفي تماما. الفرق فقط أن الحدث يأتي مباشرة قبل الحدث الآخر. أما في لو بلوس كو بارفي فإن الحدث قد يكون بينه وبين الحدث الموالي متسعا من الوقت. أما إذا كان الحدث الأول يأتي مباشرة قبل الحدث الآخر فهنا نستعمل الحدث الأول السابق نستعمله في لو باسي أنتيريور. إذن لو باسي أنتيريور الذي نرى صرفه الآن هنا يفيد هذا الذي قلناه الآن، يعني أنه يعبر عن حدث يأتي قبل حدث آخر
ولكن يأتي قبله مباشرة. ثم عندنا لو فيتور سامبل. لو فيتور سامبل طبعا لو فيتور سامبل يفيد المستقبل. جو مارشوري يعني أنني سأتمشى مستقبلا. طبعا هناك زمن آخر نقول مثلا جو في مارشي يعني أنا سأتمشى، والذي نسميه ب لو فيتور بروش. لو فيتور بروش يعني المستقبل القريب. نستعمل فيه كأوكسيليير، نستعمل فيه كأوكسيليير يعني كمساعد، ليس أفوار أو أتر. نستعمل لو فيرب ألي، نستعمل لو فيرب ألي. وبما أن لو فيرب ألي لا يستعمل كثيرا كمساعد، طبعا لو فيرب ألي ليس بدرجة لا أتر ولا أفوار، لذلك فهو ضمن مجموعة أفعال تؤدي أدوار معينة. مثله نسميها لا فيرب سومي أوكسيليير، كما لو نقول بأن أفعال نصف مساعدة. إذا لو فيرب ألينا ستان فيرب سومي أوكسيليير، يعني أنه فعل نصف مساعد، طبعا يستعمل في الصرف للدلالة على المستقبل القريب. إذن عندما أقول جو في مارشي يعني أنا سأتمشى، تنقولوا إحنا بالدارجة، تنقول أنا غادي نتمشى، أنا غادي، أنا غادي يعني تستعمل لو فيرب ألي، يعني أنا ذاهب لأتمشى كما نقول، ولكن المقصود أنني سأتمشى بعد قليل، يعني قريبا جدا. إذن نسميه لو فيتور بروش. إذن نسميه لو فيتور بروش يعني المستقبل القريب، على عكس لو فيتور سامبل. إذا نتحدث عن مستقبل قد يطول شيئا ما، طبعا نتكلم عن مستقبلين قد يطول شيئا ما. طبعا عندما نتحدث عن لو فيرب ألي كوم أن فيرب سومي أوكسيليير، طبعا كما نلاحظ بأن فعل ألي هو الذي يصرف. نقول مثلا جو في مارشي، tu vas marcher، il va marcher، nous allons marcher، vous allez marcher، ils vont marcher، nous allons marcher، vous allez marcher، ils vont marcher، يعني هم سيتمشون بعد قليل. هناك عدة أفعال أخرى تؤدي أدوار أخرى وتأتي مصرفة قبل أفعال أخرى، طبعا هي المستهدفة في الصرف. أقول مثلا je viens de sortir، أقول مثلا je viens de sortir، أنا خرجت الآن، يعني قبل دقيقة أو قبل دقيقتين أو قبل لحظة قصيرة. إذن je viens de sortir، طبعا نستعمل هنا le verbe venir، المعنى المراد إيصاله أنني خرجت قبل لحظة. لكي أقول هذا المعنى، طبعا لكي يكون le verbe sortir بهذا المعنى، علي أن أسبقه بلو فيرب فينير اللي هو جاء، اللي هو جاء. طبعا tu viens de sortir يعني أنت خرجت قبل لحظة، il vient de sortir يعني هو خرج قبل لحظة. طبعا كما نلاحظ بأن الفرق بين صرف مع هذه الأفعال التي تسمى سومي أوكسيليير، الفرق بينها وبين لوكسيليير avoir و être فليتون كومبوزي، وهو أن لوكسيليير أفوار أو أتر يأتي بعدهما لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل. بالنسبة لو فيتور بروش أو لو باسي ريسون كما قلنا قبل قليل، جو فيان دو سورتير، هذا لو باسي ريسون يعني الماضي القريب، يعني أنني خرجت قبل دقيقة مثلا. إذا نتكلم عن الماضي ولكنه قريب. إذا كما نلاحظ بأن الأفعال هنا المراد تصريفها تأتي الانفينيتيف، يعني أننا لا نأخذ لو بارتيسيباسي الخاص بها، يعني نقول مثلا جو فيان دو سورتير، لم أقول جو فيان سورتي، لم أقول مثلا جو فيان دو سورتي. لو بارتيسيباسي الخاص بفعل سورتير هو سورتي، بل قلنا جو فيان دو سورتير يعني أنني تركت الفعل في أصله
إذن تقريبا هذا الفرق. إذن عندنا هنا كما قلنا لو فيتور سامبل، إذن كما نقول المستقبل البسيط. إذن أقول جو مارشري، تو مارشرا، إل مارشرا، نو مارشورون، فو مارشوري، إل مارشورون، إل مارشورون، يعني هم سيتمشون في المستقبل. طبعا هناك لو فيتور أنتيريور. لو فيتور أنتيريور كما نتكلم عن حدث أو فعل هو أيضا في المستقبل لكنه يسبق مستقبلا آخر. إذا نتكلم عن واحد الأحداث غي وقعوا بجوج في المستقبل، واحد فيهم غي يسبق الآخر. إذا اللي غي يسبق غنستعملوه في الفيتور أنتيريور. طبعا لكي نتحدث عن هذا الفعل بهذا الشكل ولكي يكون السامع على بينة بأن هذا الفعل الذي أتحدث عنه هو يأتي قبل فعل آخر في المستقبل، إذن علي أن أصرف الفعل الأول طبعا أو فيتور أنتيريور. طبعا كيفية تصريفه في الفيتور أنتيريور، طبعا نأخذ لوكسيليار أفوار كما عندنا هنا، أو في حالة أخرى لوكسيليار أتر، أو في حالة أخرى لوكسيليار أتر، ثم نضيف له لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل كما عندنا هنا، عندنا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل مارشي. إذن أقول جوغي مارشي، تيوغا مارشي، إلوغا مارشي، نوزوغون مارشي، فوزوغي مارشي، إلزوغون مارشي. إذن عندنا هنا لوكسيليار مصرف في زمان بسيط. طبعا كل أزمنة المركبة، طبعا كل أزمنة المركبة تيكون عندنا لوكسيليار فواحد الزمان بسيط زائد لو بارتيسيباسي الخاص بالفعل. إذن في حالة لو فيتور أنتيريور عندنا لوكسيليار أفوار مصرف واحد الزمان بسيط اللي هو لو فيتور سامبل. لو فيرب أفوار أو فيتور سامبل نقول جوغي، تي أورا، إل أورا، نوزورون، فوزوغي، إلزورون. هذا هو الصرف الخاص بفعل أفوار في لو فيتور سامبل. نضيف له فقط لو بارتيسيباسي الخاص بفعل مارشي أو فعل آخر فنحصل على لو فيتور أنتيريور لهذا الفعل، والذي يدل على أن هذا الفعل سيحصل في المستقبل لكنه سيأتي بعده فعل آخر. إذن هذا هو تقريبا مضمون المعاني الخاصة بهاد لطن. سنتحدث في الفقرات القادمة إن شاء الله عن لو سيبجونكتيف، ثم لو كونديسيونيل، ثم الامبيراتيف. طبعا هناك ايضا لو بارتيسيب الذي اخذنا منه لو بارتيسيباسي، ثم هناك الانفينيتيف، ثم لو جيرونديف. هادو كلهم سون دي مود، ولكن اللي مهم فيهم بزاف هو الامبيراتيف، لو بارتيسيب، خاصه لو بارتيسيباسي، ايضا لو بارتيسيب بريزون، ثم لو كونديسيونيل خاصه لو كونديسيونيل بريزون، ثم لو سبجونكتيف خاصه لو سبجونكتيف بريزون، ثم بقية الأزمنة التي رأينا قبل قليل. تقريبا هذه هي الأزمنة الأكثر استعمالا. طبعا سنرى هذه الأزمنة في الفقرات القادمة، ثم سنكمل مع خلاصتنا حول لي زوكسيليير، حول المساعدين. طبعا سنجمل ما قلناه فيما سبق عن متى نستعمل أتر ومتى نستعمل أفوار. طبعا في الصرف الذي رأينا الآن نحن رأينا لو فيرب مارشي الذي يستدعي لوكسيليار أفوار. إذن سنرى مثلا لماذا لو فيرب مارشي يصرف مع لوكسيليار أفوار ولا يصرف مع لوكسيليار أتر. نكتفي بهذا القدر، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.